إذن أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية لأحداث حفل زفاف الشاب صالح. فرحان يسعدني وشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف فارس هذه الليلة وعريس هذه الليلة صالح. فرحان أستاذ، أرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية. هلا حياك الله، مرحبا، نورتنا وجودكم. اليوم شعورك وأنت عريس، شعورك وأنت تغادر حياة العزوبية إلى الحياة الزوجية؟ والله الشعور يعني عد ما يوصف، صعب وخل على رب. صالح، اليوم انطباعك عن الحضور وانطباعك عن الأهل والخلان والأصحاب، ربما نشاهد ضيوف يحضروا من المدينة من الشرقية لمشاركة صالح فرحته، لمشاركة صالح بسمته في هذه الليلة، أما الكلمة التي تستطيع أن توعدها لهم في هذه المناسبة؟ أول شيء أقول لهم يعطيكم العافية، ما قصرت، في ناس جاي من الشرقية، في ناس جايين من أماكن بعيدة، فالله يعطيهم العافية والحمد لله على السلامة ويرجعون إن شاء الله بسلامة. اليوم قاعة مراسم تستضيف حفل زفاف اسم السطع، اسم تميز في هذه القاعة، تميز في هذه الليلة ليكون رمزا، ليكون بدرا في سماء العزوبية وينتقل من هذه المرحلة وينتقل إلى الحياة الزوجية. صالح، أريد أن أسألك في هذا اللقاء وعبر قناة خالد بازيدان، كيف الوقت؟ كيف تحس الوقت؟ دائما يقولوا تبى تعرف قيمة الوقت اسأل عريس، كيف الوقت يمشي؟ الوقت الآن يمشي يعني على أقل من نحلم. ببط؟ ببط جدا. صالح، كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء. والله أول شيء أحيي الحضور كلهم، أصدقاء وقارب كلهم، والله أحييهم، سواج أخوهم ولدهم عاد، والله أحييكم أنتم أول شيء. أستاذ صالح، سعداء كثير متواجدكم معنا، شكرا لك. حنا سعداء، العفو. يا هلا، يعافيك.